مساء الخير، اهلا بكم الى نشره الاخبار نقدمها لكم من قناه كافان كتخبيبي في مدينه طنجة. والبدايه كما العاده مع ابرز العناوين. بمدينه الناظور الامن يتيح بشبكه تتاجر في البشر والمخدرات. دوليا جائزه سخروف حلم الزفزاف لم يتحقق. وفي الخبر الرياضي الرجاء البيضاوي في نهائي كاس الكاف. الى التفاصيل. أهلا بكم. دق إدريس جوتو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر حين حذر من الخلل الحاصل في المنظومة الجبائية بالمملكة وقصور رؤية وزارة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق باستخلاص المداخيل الجبائية. وأبرز الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال عرضه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017 مساء الثلاثاء أن طريقة استخلاص الضرائب على مستوى قانون المالية لا تسهم في تحسين شفافية ومقروئية المعطيات المتعلقة بالميزانية. وقال جوتو أن الأرقام المتعلقة بالمداخيل المستخلصة برسم الضرائب في مجمل البيانات والقوائم والإحصائيات التي تنجزها وزارة الاقتصاد والمالية لا تمكن من تقديم معلومات دقيقة حول التطورات الفعلية المسجلة بخصوص الضرائب المعنية والعبء الضريبي. احتج صباح اليوم الخميس أمام القصر البلدي بمدينة طنجة عدد من المواطنين ضد السلطات المحلية وعلى رأسها الجماعة المحلية وشركة سوماجيك، وهي الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بالمدينة، حيث رفعوا عدة مطالب أبرزها إلغاء التفويض المقدم من طرف السلطات لهذه الشركة. مفد قناة كافان كاتخ تيفي حضر للوقفة الاحتجاجية وعاد بالتصريحات التالية. بطبيعة الحال انتم عارفين المشكل اللي كتعاني منه طنجة، المشكل ديال الصابو، ديال عقد سيارات بواسطة الصابو اللي بطبيعة الحال كتقوم بها شركة سوماجيك باركين. الجامعة فوضت لها التسيير والتدبير ديال هذا الركن السيارات في الشوارع، وهذه الشركة هذه كتقوم بعقد السيارات بدون أن تكون الجامعة فوضت لها هذا الأمر. هذا عقد السيارات بواسطة الصابو واحد المسألة غير قانونية، محاكم المملكة كاملة حسمت في هذا الموضوع. هذا الصابو غير قانوني، عقد السيارات غير قانوني، المخالفة في حد ذاتها غير قانونية. هادشي بطبيعة الحال حنايا كاملين ضده، واي مواطن يعني عنده مسؤوليه غيحس بان خصو يكون واقف هنا في هذه الوقفه هذه، لان المداخل اللي كتجي من هاد الشوارع والازقه اللي هي ديالنا، اللي هي ملك عام ديالنا كمواطنين، على الاقل خصها تمشي للجامعه مش لواحد الشركه خاصه. تنجاوي ماشي رخيص، تنجاوي ماشي رخيص، تنجاوي ماشي رخيص، غنمشي غادي نرجع، غنمشي غادي نرجع. اليوم جينا باش ناكدوا بلي حنا مازال متبعين في النضال ديالنا، ومازال طنجة ومواطن طنجة ضد الابتزاز ديال شركة سوماجيك، ضد الغرامة اللي كيفرضوا عليهم بدون قانون، رغم ان كاين قانون وكاين اسمه معتقد ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي كيقول بلي هاد غرامة وبلي هاد الجباية غير قانونية وغير شرعية. بالنسبه للقضيه ديالي ماشي انا بوحدي، كاين انا، كاين الاخ عمر، كاين الاخ خالد، كاين بزاف الاخوان اخرين، وكاين معنا واحد الاخ اللي ديجا ضرب الحبسه وتحكم عليه وضرب شهر الحبس. حنا مازال قدام وان شاء الله القضيه راه في المحكمه، وباش ما كان الحكم ديال القضاء غادي نتقبلوه، وان شاء الله خير عندنا جلسه ان شاء الله نهار 22 في شهر 11، وان شاء الله يكون خير. في عملية أمنية كبيرة قامت بها السلطات الأمنية بمدينة الناظور، استطاعت من خلالها تفكيك شبكة دولية لتهجير البشر والاتجار في المخدرات وتصنيع الزوارق. الشبكة كانت تنشط بمدينة الناظور والنواحي، وفور توصل الفرق الأمنية بالمعلومات التي كانت تفيد بنشاط هذه الشبكة قامت بالتحريات اللازمة لإيقاف المتورطين وفتح تحقيق في القضية لعرض المتهمين على أنظار القضاء. تحتضن العاصمة العلمية للمملكة المغربية مدينة فاس خلال هذه الأيام فعاليات مهرجان الثقافة الصوفية. مفاد قناة كافان كاتخ تيفي حضر لندوة أقيمت على هامش فعاليات المهرجان، والتي استحضرت جوانب من حياة أحد أعلام الفكر والدين في المغرب والأندلس، العلامة ابن العباد الرندي. هذه الجلسة هي جلسة فكرية من ضمن فعاليات مهرجان فاس للثقافة الصوفية، وهذه الجلسة خصصت للحديث عن عالم مغربي أندلسي هو العلامة ابن عباد الرندي،
الفقيه الصوفي الذي عاش في القرن الرابع عشر أيام كانت الأندلس تحت حكم المسلمين، وقد ترك رندا وجاء ليعيش بفاس لما وجده من أثر روحاني في قلبه، فأصبح بعد ذلك إماما لجامع القرويين 20 سنة من الزمن، وقد كان له كبير الأثر على المدرسة المشرقية في التصوف، حيث أثر التصوف المغربي على المشارقة، لأن فقيهنا ابن عباد كان هو شيخ المدرسة الشاذلية، ولا يخفى على أحد تأثير المدرسة الشاذلية على المشارقة، حيث دفن هناك العديد من المشايخ بمصر. وصاحبنا ابن عباد كذلك له شرح جميل لحكم بن عطاء الله، قال فيه الشيخ زروق بأنه حاز السبق على جميع الشروح السابقة. وقد حضر هذه الجلسة العديد من المفكرين الأجانب كالدكتور إيريك جوفخوا وك فرانسواز أطلون، وبإشراف طبعا الدكتور سيدي فوزي السقلي رئيس مهرجان فاس، وكذلك حضر نائب رئيس جامعة فاس الدكتور الفاسي الفهري. في الخبر الدولي، منح البرلمان الأوروبي الخميس جائزة سخروف السنوية المخصصة لتكريم شخصيات أو منظمات قدمت مساهمات استثنائية في النضال من أجل حقوق الإنسان في العالم للمخرج الأوكراني المسجون في موسكو أوليك سينتسوف، والمسجون منذ 2014 في منشأة روسية بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية. أوليك سينتسوف ينحدر من شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014، وتتهمه السلطات الروسية بتزعم مجموعة مرتبطة بحركة برافي سيكتور القطاع الأيمن الأوكرانية القومية المتشددة المتهمة بضرب المنظمات الموالية لروسيا والبنى التحتية في القرم. سينتسوف كان من بين 3 شخصيات اختارها البرلمان الأوروبي في بداية أكتوبر للتنافس على نيل الجائزة، إلى جانب النشيط المغربي ناصر الزفزافي ومجموعة منظمات غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. قضية مقتل الصحفي خاشقجي لا زالت حاضرة في وسائل الإعلام العالمية والعربية، حيث كشفت النيابة العامة السعودية الخميس أنه بناء على معلومات أوردتها تركيا، فإن المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي في قنصلية بلاده في إسطنبول قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة. وقال النائب العام السعودي: وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة، تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. رياضيا، ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن النادي الفرنسي باريس سان جيرمان يسعى وراء خطف نجم مهم من فريق ريال مدريد الإسباني. وذكر الموقع أن إدارة النادي الباريسي بدأت تتطلع إلى ضم لاعب ريال مدريد الألماني توني كروز. ويسعى سان جيرمان إلى استغلال أزمة الفريق الملكي، خاصة في قضية الخلاف بين كروز والمدرب جولين لوبيتيغي الذي تسبب في جلوس الدوري الألماني على مقاعد البدلاء أمام ليفانتي. إفريقيا، نجح الرجاء البيضاوي في حجز بطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمس الأربعاء بعد فوزه على إنيمبا بهدفين مقابل واحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وبذلك يجدد الفريق البيضاوي فوزه بعد أن انتصر أيضا في الذهاب بهدف دون رد، وسيواجه ممثل الكرة المغربية في النهائي فيتا كلوب الكونغولي الذي كان قد تأهل على حساب المصري البورسعيدي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقع القناة كافانكادر.tv. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.